السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة من التغطية الخاصة المستمرة حول العمل الإرهابي بجريدة الذي راحت ضحيته جريدة شارلي إبدو ومعها 12 من عمالها صحفيها ورسامها. الأعمال بخواتمها، خاتمة الأعمال الإرهابية غالبا ما تنتهي بأن يدفع المسلمون في كافة أصقاع الأرض ثمنها، حتى ولو ارتكبها شخص واحد محسوب على المسلمين وراح ضحيتها عدد محدود من الأشخاص. الإرهاب هو الإرهاب، فقتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا، لكن هذه القاعدة الإسلامية يستفيد منها ضحايا الإرهاب عندما يكون الإرهابيون مسلمون، لكن عندما يقتل المسلمون بالألاف في فلسطين والعراق وسوريا وأفغانستان فتنقلب القاعدة وتصير قتل الآلاف من المسلمين فكأنما لم يقتل شيئا. فإلى متى تبقى تهمة الإرهاب لصيقة بالمسلمين؟ وإلى متى يبقى المسلمون يدفعون الثمن غاليا بدمائهم وأراضيهم وكرامتهم وتقدمهم؟ هذه أسئلة تطرح نفسها بعد العملية الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بباريس، وأصبع الاتهام بطبيعة الحال موجهة للمسلمين. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفي السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق وكذلك عضو أمانة حركة رشاد، أرحب بك السيد محمد زيتوت. قبل هذا نشاهد معا هذا التقرير، قم معنا إن شاء الله. فرنسا تنتفض ضد التطرف، هكذا يبدو المشهد من خلال خروج أكثر من 1.5 مليون شخص في مسيرة رسمية عمت أرجاء العاصمة الفرنسية باريس. ويبدو أن العملية التي استهدفت صحيفة شارلي إبدو التي عرفها العالم بإثارتها للجدل منذ نشرها للرسوم المسيئة حولت باريس إلى عاصمة للعالم ولو ليوم واحد. أكثر من 50 من قادة العالم شاركوا في هذه المسيرة التي سبقها اجتماع رسمي ل11 وزير داخلية يتقدمهم وزيرا العدل الفرنسي والأمريكي. الحضور العربي الرسمي كان قويا في هذه المسيرة. دول عربية كثيرة نددت بعملية باريس التي لم يتعدى ضحاياها أكثر من 20 شخصا. مشهد بعض الوزراء العرب المشاركين في المسيرة التي رفعت شعارات قيم الحرية كان بائسا بحكم أن دولا عربية كثيرة في الجزائر كما في مصر أو السعودية والإمارات وغيرها تقمع فيها الحرية وتقبر الكلمة الحرة وتزهق الأرواح. الدماء التي سالت في الجزائر وفي مصر وتسيل الآن في سوريا وغيرها من الدول العربية لم يجتمع العالم لإدانتها ولم يلتقي قادته في باريس بهذا الحجم والزخم. أما المشهد الآخر هو حضور قادة الاحتلال الإسرائيلي. دماء ودموع غزة لم تجف بعد، أعداد شهداء العدوان الأخير بالآلاف. غزة الشهيدة ومعها كل فلسطين تعاني من إرهاب دولة وليس أفرادا أو جماعات كما حدث في باريس، ومع ذلك لم يهب العالم بالشكل الذي نراه اليوم. الإرهاب في لغات العالم ملة واحدة، لكن النفاق السياسي والمصالح الضيقة هي من تضع مقاومة غزة في صف الإرهاب وتصنف إرهاب أعتى جيوش العالم الذي يقتل الأطفال ويدمر الحياة في خانة الدفاع عن النفس. إذن هكذا اكتمل المشهد في باريس، العالم مع القوي، والضعيف إن لم يمت بالسلاح فبالجوع والتشرد والمرض والقمع والحرب، والأمثلة كثيرة في المنطقة العربية التي يتحالف فيها الغرب مع أنظمة القمع من أجل المصالح. التقرير كان للزميل موسى صابر أيوب، شكرا جزيلا له. أعود إلى ضيفي السيد محمد العربي زيتوت عضو أمانة رشاد. سي محمد العربي، كما كنت تشاهد التقرير يعني يشارك فيه زعماء العالم، جهات تستغل هذه الحادثة إن كانت مدبرة أو جاءت على أيدي إرهابيين كما هو معلن عليه في الإعلام العالمي وابتداء من الإعلام الفرنسي. وزير الداخلية الفرنسي يقول سنغير استراتيجيتنا في محاربة الإرهاب. تسيبي ليفني التي كانت وزيرة خارجية في الحكومة الإسرائيلية تقول جبهة دولية، تطالب بجبهة دولية لمحاربة الإسلام المتشدد، لم تقل الإرهاب، الإسلام المتشدد. عندنا كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء عن طريق الانقلاب يقول كذلك، يدعو العالم إلى محاربة الإرهاب. ونحن نعرف أن الإرهاب في تعريف السيد السيسي هو
محاربة الإخوان المسلمين ومحاربة يعني الإسلام السياسي الذي فاز بالانتخابات عن طريق الصندوق ثم انقلب عليه عسكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله، حيا المشاهدين. أخي محمد، حقيقة نحن أمام صورة سريالية أو تراجيدية أيضا، كوميكية بما تمت عليه الكلمة. صورة حيث الضحية الحقيقية، حيث الشعوب المستضعفة، حيث المعذبين في الأرض يتهم أو يتهمون بطريق مباشر أحيانا وطريق غير مباشر أحيانا أخرى أنهم هم مصدر الإرهاب وأن دينهم هو مصدر دين الإرهاب، في حين أن كبار المستبدين، كبار الطغاة، طغاة العالم سواء كانوا عرب أو عجم، هم مناصري الحرية، هم مناصري الشعوب، هم مناصري حرية التعبير، هم مناصري الحضارة. كما قال الرئيس الفرنسي، قال هذا هجوم بربري استثنائي، وقال آخر من زعماء غربيين هذا هجوم على الحضارة. بكل تأكيد أن الذين قاموا بقتل الصحفيين أخطأوا، ونحن ندين عملهم من كونه ليس هكذا تحل القضايا. العنف السياسي في هذه القضايا لن يأتي بنتائج مرجوة، بل بالعكس قد يأتي بكثير من النتائج العكسية. ندين قتل، لأن قتل الناس بدون حكم قضائي وبدون قانون يعتبر قتل خارج القانون. نحن دائما نددنا بقتل خارج القانون بغض النظر عن فاعله وبغض النظر عن المبررات. تقول لي أنه المبرر، وهناك مبرر قوي، نعم قوي جدا. هل الإهانة التي وجهت لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تقبل أن نغضب له؟ ليس فقط أن نغضب، يجب أن نغضب ونغضب مليون المرات من أجل هؤلاء السفهاء الذين استهزأوا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين ردوا عليهم، ردوا عليهم بطريقة خاطئة. هذا طبعا إذا ثبت، لأن هناك شكوك وربما قد نتعرض لها، هناك شكوك كثيرة في على الأقل، لا أقول أن جهات أخرى هي التي قامت العملية، ولكن على الأقل في قضية تحريكها، وهناك كثير من القضايا التي أثيرت على المواقع الاجتماعية وعلى بعض الصحافة التي ذكرت بعض الأشياء التي في تقبل كثير من الظل. الذين قاموا بالعملية أخطأوا طبعا، مع التزامنا كما قلت من أنهم إذا كانوا حتما قاموا بها هم بدون أن يكونوا محركين، ولكن كون أن غاضبوا هم ونحن لما قامت بهذه الصحيفة ولما يقوم به كثير من الإعلام الغربي، نعم من حقنا أن نغضب، من حق المسلمين أن يغضبوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أكبر ما يعظمه المسلمون، هو أكبر بشر، أعظم بشر عند المسلمين، هو شخص بالنسبة للمسلمين معصوم لا يرقى إليه بشر، ومن أجله وبه تحيا هذه الأمة، هو خاتم الأنبياء وهو حامل هذه الرسالات. لكن مرة أخرى حتى لا يظهر من خلال نقاشي في هذه الحلقة من أي حال، بأي حال من الأحوال، من أني أو أننا ربما نبرر أو نجد مبررات للذين قاموا بالعملية. لقد أخطأوا وارتكبوا جريمة في ردهم على جريمة أعظم وجريمة أكبر. نعم أستاذ محمد العربي الزيتوت، لماذا يعني يفشل المسلمون العرب في التعبير عن مختلجاتهم، في التعبير عن رفضهم لمثل مثلا هذه الصور المسيئة للمسلمين، مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الأعمال، حتى بعض الهجومات، بعض الغزوات التي يتعرض لها المسلمون في كل وقت وزمان، خاصة بعد سقوط يعني الخلافة الإسلامية، الدولة الإسلامية الكبرى، وبالتالي فيعني دائما الرد يكون عن طريق بصورة ضحلة وبصورة مفسدة أكثر منها نافعة، وبصورة تسيء للمسلمين أكثر مما تفيد، ولا يوجد هناك ردود رسمية حقيقية دبلوماسية، رغم أن المسلمين الآن لكل دولة يعني موجودة الدول وموجودة دبلوماسية وسفراء وموجودة هيئات إسلامية، لكن لا نسمع أي رد رسمي قوي فعلي يهدد مصالح الغرب عندما يمسون بمصالحنا. لماذا يعني يضطر هؤلاء ما يسمونهم بين قوسين بالإرهابيين إلى الرد، بدل هذه الأنظمة الرسمية التي تستهلك وتستلهم الملايير من أموال الشعوب المسلمة؟ هذه هي القضية المركزية. القضية المركزية هو أنه للأسف اليوم المسلمين إلا على استثناءات قليلة
الذين يحكمونهم خاصة في المنطقة العربية تحكمهم جماعات في أقل أوصافها أنها جماعات طاغية جاهلة فاسدة مفسدة، وثبت بما لا يدع لأدنى مجال للشك أنها خائنة أيضا. كون المسلمين خاصة في المنطقة العربية يحكمون بهذه الطريقة، فهذا يعني أن ليس هناك راعي، ليس هناك ولي أمر، ليس هناك حكم أو نظام يدافع عن حقوقهم، يدافع عن عندما يظلمون، يدافع عندما، والمظالم أكبر مظالم هذا العالم، وهذا باعتراف غربيين وغير غربيين، أكبر المظالم في هذا العالم يتعرض لها المسلمون. 90% من اللاجئين في هذه اللحظات التي أحدثك فيها في العالم، 90% من اللاجئين في العالم هم من المسلمين. المسلمين اليوم يتعرضون لشتى أنواع الظلم وشتى أنواع العدوان وشتى أنواع الطغيان الداخلي والخارجي. مشكلتهم الكبرى أنهم، ولأنهم لا يجدون من يدافع عنهم، من يدافع عن حقوقهم، من يدافع، تجد بعض الناس يتصرفون من وحي ضمائرهم هم أو ما يعتقدون أنه الحق. هؤلاء الثلاثة الذين قاموا بهذه العملية، جزائريين من أصل، فرنسيين من أصل جزائري، ومالي من شخص فرنسي من أصل مالي، نعم. ثلاثة نعم. في فرنسا أكثر من 6 ملايين مسلم، يعني رسميا يتحدثون عن 6 ملايين، هناك من يتحدث على 8 إلى 9 ملايين على الأقل. خلينا من عندهم شكواغط ومش محسوبين، وهذا عدد رسمي أخرى. يعني هذا رسمي 6 ملايين. من 6 ملايين لو افترضنا أن من هذا 6 ملايين هناك 3 ملايين لا يعتبرون الإسلام ولا يؤمنون به ولا يقيمونه ولا يلتزمون به، وافترضنا أن هناك فقط 3 ملايين ملتزمين بالإسلام، من 3 ملايين 3 فقط الذين ردوا بشكل عنيف، 3 فقط، بمعنى أن 1 في المليون فقط قام برد عنيف. ومع ذلك هذا الرد العنيف الذي قام به شخص واحد الآن يعتبر جريمة عظمى في هذا العالم، وتقوم الدنيا ولا تقعد، ويلتقي كل طغاة الدنيا، ويلتقي كل حكام الدنيا، ويلتقي كل يعني شفنا بعض الوجوه العربية الآن بائسة بكل ما تعنيه الكلمة، وهي تتحدث أو تريد أن تدافع على حرية التعبير. هذا المشكل هو الحقيقي اليوم. إذا 1 في المليون من المسلمين في فرنسا قام برد خاطئ، رد أحمق. يراد اليوم في حقيقة الأمر وفي نهاية الأمر من هذه القضية كلها ضرب 1.5 مليار من المسلمين، نعم. استمرار استضعافهم، استمرار تحطيمهم، واستمرار نهب أرزاقهم، واستمرار استباحة أوطانهم، هذا الذي يراد. أبقى مع أستاذ محمد العربي زيتوت، وينضم إلينا من الداخل الجزائري بالدولة عربية إسلامية ينسب إليها 2 من الذين قاموا بالعمل، رغم أنهم لم يزورا الجزائر البتة، لكن أصولهما جزائرية، وكما قال السيد محمد العربي زيتوت أن الثالث كذلك من مالي، وأن فرنسا تجوب في أجواء الجزائر وتقصف في مالي، والكل يعرف هذه القصة. معنا البروفيسور السيد إسماعيل معراف، الكاتب المحلل السياسي من الجزائر. بعد الترحيب بك السيد البروفيسور إسماعيل معراف، ماذا تحضر فرنسا أو الغرب إلى ما هي، يعني هل هناك دولة يحضرون لغزوها باسم مكافحة الإرهاب كما فعلت أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر وغزت العراق؟ هل أنت معي بروفيسور؟ أعتقد أن هذا هو نعم. الشأن الذي يجب أن يفهم، لأن اليوم ما هو موجود الآن في فرنسا ومحنا فرنسا، يعني نفرض العرب جانبا ويعرف أن الجوبعة دائما مع العاصفة، ثم أن يفعل الجوبعة نكتشف أن فرنسا تعيد ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية نعم. في 11 سبتمبر 2001 عندما وقعت في شباب القذرة، وبوسط استطاعت أن تهيمن وتسيطر أيضا تهيمن على كل العالم بحجة أنها تكلم عن الإرهاب ودخل الشؤون الداخلية وقامت قواعد معسكرية وطبعت أن تستفيد. أعتقد أن فرنسا وراء اللوبي الصهيوني أعتقد جزمين بأن الآن المشكل هو أن لابد من اختراق أو اختلاق مشكلة حقيقة تستطيع أن تمكنهم من أن يكون لهم حق التدخل في الكثير من المناطق، وأعتقد أن الآن التدخل الفرنسي في ليبيا وحتى في الساحل الأفريقي وحتى في مكافحة ما يسمى بداعش والإرهاب بشكل عام في العدد كلها كانت رأي العام الفرنسي وحتى المقام السياسي الفرنسي كانوا تقريبا لا يقبل
أكثر من مرة نادوا بحزب الجنود الفرنسيين إلى تكلفهم بداخل فرنسا، ومع أن أيضا ربما الكثير من من كانوا ينتقدون وما زالوا ينتقدون من أيام تعقدي في تقريبا أن فرنسا تحولت كثير من الناس وراء الاستراتيجيه الامريكيه، وكان فرنسا الان تقوم بحرب، تقوم باستراتيجيه بالنيابه او حرب بالنيابه ربما نستعمل المصطلحين معا، وبالتالي انه الان تقريبا هو الادعاء بان الان فرنسا مهدده ونحن فرنسا مهدد، والدعوه للمليونيه على طريقه السيسي وكذا في مصر هي كلها اعتقد انها اسطوانه مشروخه، وانه الكثير من الشيخ الكيميائيه في غرفه تم النظر اليها حتى يظهرون اولا تراجع شعبيه الرئيس فرانسوا هولاند وايضا الحزب الاشتراكي بشكل عام، وايضا ان الان الفكر السياسي الفرنسي اصبح مختلف من طرف الاجنده الصهيونيه وعلاقات ربما البارحه او قبل أن مؤسسة الإدارة. نعم. دكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل معرف. دكتور إسماعيل معرف. نعم. هناك من يقول أيضا أن أوروبا والغرب بصفة عامة والحلف الأطلسي نادم على إسقاط معمر القذافي، نادم على أن لم يدعم الأنظمة العربية في وجه الربيع العربي، لأن هذا أتى بالإسلاميين إلى الحكم كما حدث في مصر كما حدث في تونس، وهم الآن يريدون أن يعوضوا أو يريدون أن يعودون إلى المنطقة ويدعمون هذه الأنظمة قبل فوات الأوان، وهذه هي الفرصة المناسبة بعد أحداث باريس، بعد أحداث هذه الجريدة هم الآن ينظمون صفوفهم من أجل أن يدخلوا بقوة لدعم مثلا حفتر في ليبيا، وسمعنا كذلك نداء السيسي إلى الغرب من أجل مكافحة الإرهاب، وكذلك إسرائيل. لا أنا شخصيا لا أعتقد بهذا المدح، أنه ربما الكثير ممكن يتفقون معك السيد الفاضل، لكن انا رايي بانه حتى التيار الاسلامي اي حكم لم يحكم لا في مصر ولم يحكم حتى في تونس، لان حتى في تونس النهضه في اعتقادنا خانت الامانه وباعت من اجل مقابل بعض من القيادات والمطاعم، واعتقد انه الضغط من الجزائر عن طريق فرنسا للغنوشي وايضا لحركه النهضه كان له دور كبير في ان النهضه واتباعها الى عباس يتحولون مثل حمص الجزائر، سواء حمص مخلاح او حمص ابو ذر او حتى حمص الحالي للزعيم الحالي، اعتقد انه ايضا بان ربما الغرب هو الذي دعم تلك الانظمه الديكتاتوريه والقمعيه وما زال يدعم، واعتقد انه تلك الثورات في رايي انها فاجات الغرب، والغرب في الحقيقه لم يكن يتدخل حتى لا يظهر بانه معادي للديمقراطيه وقيم حقوق الانسان والحريه الاساسيه. شكرا جزيلا السيد، شكرا جزيلا البروفيسور اسماعيل معراف، لان الصوت رديء نوعا ما، ربما هناك خلل في الهاتف. شكرا جزيلا على كل حال السيد اسماعيل معراف البروفيسور، كنت معنا الكاتب المحلل السياسي كنت معنا من الجزائر. اعود لك السيد محمد العربي زيتوت، يعني اوروبا معروفه الغرب انه حتى ولو لم يعني حتى ولو نستثني المؤامره او من هذا فيها يعني في تدبير هذا العمل الارهابي، هم دائما يستغلون مثل هذه الفرص لتشديد القوانين على الجاليات داخل الاراضي الاوروبيه والغربيه بصفه عامه، مثل ما حدث في امريكا، يشددون الاجراءات الدخول في المطارات وفي الداخل وفي الجامعات وغير ذلك، يعني هذه لا مواربه فيها، وفي الخارج في السياسه الخارجيه يحضرون لشيء ما، وهو اعاده ربما تقسيم منطقة الوطن العربي، إعادة النظر في هذه المستجدات، هناك تنظيم الدولة الإسلامية، هناك ثورات الربيع العربي، أينما يعني نشاهد هنا يعني الثورة المضادة، وبالتالي ربما سيكون فيه دعم لهذه الأنظمة من أجل إعادة المنطقة إلى السيطرة التامة
ورفض أي تغيير في هذه المنطقة. كذلك هناك إسرائيل التي ربما بدأت تفقد وضاءتها وتفقد على أساس أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وجيش الأخلاق وغير ذلك، فقدتها منذ زمن، لكن مؤخرا شكلت حماس ضربة كبيرة لأخلاقية الجيش الإسرائيلي باعتبارها خط حرب إخلاقية، بينما إسرائيل لم تقتل إلا 2000 أكثر من 2200 من المدنيين الفلسطينيين. شوف، قضية حقيقة خطيرة، خطيرة. ما حدث وما يراد لنا خطير جدا بكل المقاييس. أنا لا أريد أن أظهر هنا وكأني أخوف الناس، لكن حقيقة أقول ما أعتقد أنه يراد بنا. يراد بنا كما قلت لك عودة أسوأ مما كانت، لأن الأنظمة هذه التي خلفت الاستعمار بعد 50 سنة بدأت في التهالك، بدأت في الضياع، بدأت في ونحن نعيش هذه الأيام الذكرى الرابعة لهروب بن علي ولبداية الثورات الشعوب العربية. بالنسبة للغرب، وبعد 100 عام من سايكس بيكو و50 عام من هذه الأنظمة التي خلفت الاستعمار على أساس أنها أنظمة وطنية ولكن تحولت فيما بعد بشكل أو بآخر إلى أنها أنظمة فاسدة إن لم تكن عميلة وخائنة. وبالمناسبة نحن اليوم 11 جانفي، 23 سنة على انقلاب جنرالات الجزائر على الإرادة الشعبية، 23 سنة على إدخال الجزائر في محرقة، على إدخال الجزائر في هلاك، على تدمير الجزائر والجزائريين، على قتل مئات الآلاف وجرحهم وخلف الملايين اللي شردوا، الملايين اللي شردوا في الداخل والخارج. جزائر وهؤلاء جنرالات فرنسا، ضباط فرنسا كانوا كبرانات، كانوا كبرانات، نعم. أفضلهم كان ربما ليتنو لا كابيتان، وأغلبهم كانوا كبرانات، أصبحوا ضباط. وفي مثل هذا اليوم بعد ساعات من الآن سيطاح بالشاذلي بن جديد رئيس منتخب، سيطاح بدستور كان قد تم الاستفتاء عليه، سيطاح بالانتخابات التي فازت بها قوى إسلامية، الشعب اختارها، الشعب أرادها. ومع أن القيادة التي كانت ذلك آنذاك وقد ظهرت شهادات عديدة كانت قيادة عاقلة بكل ما تعنيه الكلمة، وقالوا أنهم لن يأخذوا الحكم، أنهم يأخذوا وزارتين أو ثلاث، عبد القادر حشاني رحمه الله، لكن عبد القادر حشاني أدخلوه السجن، قيادة الجبهة كانت أصلا في السجن، كل الذين كانوا عقلاء أدخلوهم في السجن. ماذا ظهر فيما بعد؟ ظهرت شباب غاضب هارب يريد الانتقام أحيانا ويريد الهروب أحيانا وحمل السلاح. نعم، هناك من الشباب محمد السلاح، هذا ما كان يريده ضباط فرنسا الذين أخذوا الضوء الأخضر وشهادة ماركياني رئيس المخابرات الفرنسية أو المسؤول الأكبر في المخابرات الفرنسية آنذاك، موجودة وموجودة على الإنترنت، من أنهم أخذوا الضوء الأخضر من عند ميتيران، ومن أن المخابرات الفرنسية كانت تتبع دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة عملية الانقلاب، ومن أن العربي بالخير زار فرنسا أكثر من مرة ما بين 27 ديسمبر و 11 جانفي. فرنسا أوحت، دفعت، تابعت قوة ضباطها ليستولوا على الجزائر ولتعود عن طريقهم إلى الجزائر، عادت بشكل دموي، يعني الذين قاموا بدماء جزائريين هم الأدوات، لكن الحقيقة كانت من أجل أن تبقى الجزائر ضعيفة، الجزائر مريضة. شوف الجزائر حالها اليوم بعد 23 سنة من هذا الدمار. لكن اليوم سي محمد العربي زيتوت، اليوم الموقف الفرنسي الرسمي يعني الرئيس هو يفصل بين الإرهاب والإسلام ويؤكد على هذا في كل يعني خطبه، ومن حق فرنسا أن تدافع عن نفسها أمام الإرهاب. يعني النظام الرسمي الفرنسي عندما تتعرض جريدة ومن قيمه الأساسية وهي حرية التعبير وحماية الرأي الآخر والرأي حتى مهما كان، وهذه قيم فرنسية موجودة، يعني حتى ولو يسيء إلى كل الديانات فهم لا يهمهم. نعم هناك ديانة وهناك أشخاص كذلك في فرنسا لا يسمح أن يسبوا أو يشتموا أو يسخر منهم، لكن ما دون ذلك فالإنسان الفرنسي والصحفي الفرنسي والساخر الفرنسي كاريكاتوري يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء. شوف أخي محمد، شوف هذه المشكلة، نحن مع حرية التعبير على أن تكون للجميع، نحن ليس فقط أننا عندما نشتم ونهاجم وندان بكل الألسنة يقولون حرية التعبير، بل لا يسمحوا لنا بحرية التعبير. قبل 20 سنة أصدر الجزائريون الكتاب الأبيض على التعذيب الذي كان يقوم به جنرالات فرنسا في الجزائر، منعته فرنسا، بعدها بسنوات منعت كتب الغزالي وكتب القرضاوي في فرنسا، هنا كتب ممنوعة للغزالي والقرضاوي. هؤلاء يمثلون الوسطية في مطلقها،
كتابات هؤلاء الجزائريين المعارضين كانوا فقط يتحدثون عن المظالم التي لحقت الشعب الجزائري، منعت باسم الحفاظ على الأمن العام، وقع تاريخية وحقائق تاريخية باسم الحفاظ على الأمن العام. لديهم مقولة الحفاظ على الأمن العام عندما نكون نحن نريد أن نعبر، لا يسمحون لنا. عندما يكون الآخرين يريدون يشتموننا يقولون حرية. لكن في نفس الوقت انت ذكرت لماذا اليهود وكل وصل شيراك إلى الدرجة أن قال قبل سنوات إن المساس بيهودي واحد هو المساس بالجمهورية الفرنسية. لم يقل بصيني واحد، لم يقل بإفريقي واحد، لم يقل بمسلم واحد، لا يقل بفرنسي واحد، وإنما قال بيهودي واحد. نعم. الآن في الغرب تستطيع أن تشتم الجميع ابتداء من آخر موظف إلى الملكة هنا في بريطانيا. نعم. أو لكن لا تستطيع أن تذكر أي يهودي ولو فعل سوء بأنه يهودي، تستطيع أن تذكره بشخصه لكن لا تسمي ديانته. هناك شيء إلى درجة أنه أعرف يعني الشيء الوحيد المقدس، أعرف أسرة كاد ابنها أن يطرد وعمره 15 سنة، أسرة مسلمة في هذه البلاد، عندما تساءل في حصة التاريخ، سأل أستاذ التاريخ قال له من عد 6 ملايين يهودي الذين قتلهم الألمان؟ سؤال بريء، سؤال بريء طرحه طفل في بداية التعليم. نعم. عن كاد أن يطرد، وأخذوا على الأب كثير من الأشياء لكي لا يكرر هذا يكرر ابنهم هذا. نعم. السؤال، وإلا سيطرد من التعليم تماما. ونعرف مصير ديفيد إيرفينغ، نعرف مصير كثير من الفيلسوف العلماء المسلم. نعم. كثير من هذه هي الإشكالية الكبرى. زيتوت أبقى معي. انضم إلينا السيد رياض الصيداوي مدير مركز الأبحاث السياسية والاجتماعية من سويسرا. هل الإرهاب الذي يقع على الأراضي الأوروبية، بعد ترحيبي بك أستاذ رياض الصيداوي، هل هذا الإرهاب أليس هذا من صنيعة الثقافة الغربية؟ هؤلاء فرنسيون لا تهمنا ديانتهم، لماذا عندما يحسن الفرنسي من أصول مغاربية أو خارجية يقال فرنسي، مثل زين الدين زيدان، مثل اللاعب بنزيما، مثل ناصري، لكن عندما يسيء أو يتصرف بصورة كما شاهدنا هذا العمل الإرهابي يقال هؤلاء مسلمون، ويدفع مليار ونصف مليار من المسلمين الثمن. تفضل أستاذ رياض، أنت معي. مرحبا بك أستاذ العربي بكل مشاهديك الكرام. الله يبارك فيك. طبعا لابد أن تناول ظاهرة الإرهاب يعني من مقاربات عديدة. المقاربة الأولى الإنسانية، طبعا ما حدث هو جريمة بشعة في حق صحفيين فرنسيين أو غير فرنسيين مهما كانت يعني الأسباب. دائما أنا من أنصار أن المقال بمقال والكاريكاتير بكاريكاتير والفكرة بفكرة. نعم. أو يعني على الطريقة الأنجلوساكسونية، يعني تقديم قضايا وخطايا مالية كبيرة جدا حتى تردع من قام بالتجاوز. هذا على المستوى المقاربة الأولى. طبعا المقاربة الثانية بالنسبة للإرهاب، أكاد أقول يجب أن لا يعطي دروس أحد في هذا المجال، خاصة أيضا من تورط فيه، لأن الإرهاب أصبح مفهوم زابقي وكل ينظر إليه من وجهة نظره ومصلحة دولته. فرنسا كانت تعتبر مجاهدي جبهة التحرير الوطني في الخمسينات وبدأ الستينات إرهابيين لتيروريست جهة فعلا. شوف الصحافة الفرنسية ترجع لموند غير ليبراسيون، تجد إرهابي جبهة التحرير الوطني. بالنسبة لنا كانوا مجاهدين ثوار يعملون من أجل تحرير أوطانهم. إذا ما حدث في الساحة الفرنسية كما قلت لك مدان، لكن أيضا السؤال هو المطروح، مطروح لأنه ما بعد العملية، هذا ما يهمنا، ما بعد العملية بتفصيلها والتي أدناها بشكل واضح، هو لماذا لا تمزوا الأخرى، لماذا السويد، لماذا سويسرا لا يتعرض أحد لمصالحها؟ طبعا لأنها لم تعتدي على بلدان، لم تستعمر، لم تقصف طرابلس وسرت باليورانيوم المخفض. فرنسا تورطت في سوريا، تورطت في فرنسا في ليبيا عفوا، وبدت الآن أصوات فرنسية، أقول فرنسية مش حتى عربية وغيرها، فرنسية تطرح أسئلة وتدين السياسة الفرنسية على رأسهم جون بيير شوفينمو في تصريحه مؤخرا، حوار معه مؤخرا قال يعني نحن دمرنا ليبيا. أيضا مداخلة رائعة في الواقع في قناة بي اف ام لرئيس الحكومة وزير الأول السابق دوفيلبان وهو مفكر وفيلسوف ومثقف، قال نحن يعني وراء داعش، نحن وراء الهجمات ضد العالم العربي الإسلامي ونشر الحقد، ونصحح خطأ بخطأ أكبر منه. هذه من أصوات فرنسية مفكرة
وعاقلة. إذن الآن أن الإرهاب لصالح من هذه العمليات؟ أنا أقول أول دولة لصالحها هي إسرائيل طبعا، ثانيا هو اليمين المتطرف، يستغلون أي شيء حتى يهون مثلا، حتى يشيطنوا بالفرنسوية ديابوليزي عالم كامل، وروا حتى على المستوى المقاربة المفاهيمية الذهنية الفكرية شيء يعني طريف أو شيء يعني محير صح التعبير. نحكو ديما حتى ندوات علمية إسلام أوكسيدون، إسلام أند أوكسيدنت، الإسلام والغرب. لا أقول يا أخوانا، أما الإسلام والمسيحية أو الغرب والشرق أو الشمال والجنوب، لماذا كل ما يتعلق الأمر بالوطن العربي نضع الدين في الواجهة، وكل ما يتعلق الأمر بالآخر تنسحب المسيحية ونضع الغرب؟ يعني أيضا حتى المسائل المفاهيمية ثم أشكالية كبيرة جدا. سمعت الحديث في العربي وطبعا أشاركه في ذلك، لكن أؤكد مثلا حكاية معاداة السامية بعد الحرب العالمية الثانية، نجحت الجاليات اليهودية في أوروبا في تضمين ترسانة من القوانين معاداة السامية. فعلا تستطيع أن تسخر من المسيح عليه السلام المسيحية، لكن إياك وأن تقترب من إسرائيل ومن اليهودية. روجي جارودي يعني بعث بحاله وكتابه ممنوع إلى آخره، ومحاولة حرية التعبير في نهاية المطاف محاولة منه. لماذا؟ لأنه اصطدم بترسانة القوانين هذه التي بدأوا في بنائها بعد الحرب العالمية الثانية، وهي قوانين يعني. فلنعرف أنه أيضا أوروبا والغرب يعمل كثيرا بالمنهج القانوني أو بالقوانين، هو مش جهاز مخابرات أو قاضي حك راسه وقال أنا أخطيك وضعك في السجن لأنك ضد المحرقة. لا، هي سلسلة قوانين، ترسانة قوانين اسمها معاداة السامية، ووراها جاليات يهودية نشطة إلى آخره، ووطدتها منذ الحرب العالمية الثانية لليوم كرد فعل على ما حدث لهم من النازية ومن الفاشية. لا توجد مثلا قوانين لمعاداة الإسلام أو قوانين لمعاداة المسيحية أو قوانين لمعاداة البوذية. أستاذ رياض، أليس الإسلاموفوبيا اليوم، الإسلاموفوبيا أليس ممارسة عنصرية ضد المسلمين؟ الإسلاموفوبيا ممارسة عنصرية ضد المسلمين. لماذا لا يتوحد المسلمون في الغرب من أجل إصدار قوانين تحرم الإسلاموفوبيا باعتبارها تفرق وتشتت وتقسي وتهمش وكذلك تزدري قسما كبيرا يعد الآن بالملايين في أوروبا من المسلمين؟ هذا أيضا إشكالية هامة جدا طرحتها، شكرا لك. وهي أنه الضعف العربي زاد. أيضا نحن نتحدث عن الآخر وننسى الوهن الداخلي. للأسف العرب يعني كما تشوف في مشاكلهم في بلدانهم وبين دولهم، تجد ذلك في أوروبا، في فرنسا معروف على المسجد الكبير دائما ثم صراع بين المغاربة، الفرنسي من أصل المغربي أو الفرنسي من أصل الجزائري على من يقود، ثم صراع بين الجزائر والمغرب ينتقل في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا. نفس مشاكلهم الإقليمية والداخلية أيضا تنتقل. أنا مرة في حديث مع دبلوماسي أمريكي قال يا أخي بالأموال عندكم الخليجيين خاصة في الموجودة في أمريكا تستطيعوا أن تنسفوا هذا اللوبي الصهيوني، لا يتحدث معكم، لو يستطيعوا أن يوظفوا بذكاء وبعقلانية هذه الأموال الطائلة. في نهاية المطاف الغرب هو مصالح وشركات وأموال، ومن يمتلك الأموال يستطيع أن يتحكم. في فرنسا 5 مليون مسلم مقابل 700 ألف يهودي، لكن انظر يعني وزن 700 ألف مقابل مع 5 مليون، لأن موحدين متكتلين عندهم رؤية واحدة حتى اختلافاتهم يتجاوزونها لما يتعلق الأمر بالآخر. احنا ألا غالب مشتتين يدمر في بعضهم البعض، يعني نفس المشاكل الموجودة في بلدانهم الأصلية انتقلت للأسف معهم. مثلا في فرنسا يستطيعون يشكلوا لوبي انتخابي هام جدا، لو لديه كلمة واحدة يستطيعون أن ينجحوا أحزاب ويسقطوا أحزاب، ينجحوا رؤساء ويسقطوا رؤساء. هي بدأت حتى مؤخرا من كل الرؤساء الفرنسيين المترشحين يذهبون إلى المساجد ويقتربون من الجالية الإسلامية أيام الانتخابات، لكن هذا اللوبي لم يتنظم أبدا، لم يعملوا بشكل منظم، لم يضفوا أموالهم أبدا، بعيدين عن السلطات يعني أو المؤسسات همشتهم، همشت العرب والمسلمين، هذا واضح. فرنسا العكس، مثلا سويسرا من أين أحدثك، فيها جيتوات، فيها أحياء كاملة حتى الأمن ربما لا يدخلها ولا يعرفون ماذا يحدث فيها، يعني متروكة لحالها ولمصيرها. نعم يعني السيستم النظام همش الجاليات، لكن هذه الجالية العربية المسلمة أيضا همشت نفسها في عدم وجود ديناميكية داخلية فيها يا أخي على الأقل وحدتها. شكرا جزيلا السيد رياض الصيداوي مدير مركز الأبحاث السياسية والاجتماعية بسويسرا، كنت معنا من سويسرا. أعود إليك السيد محمد العربي الزيتوت، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير حول نفس الأحداث في فرنسا ثم نعود للمناقشة، فابقوا معنا أعزائي المشاهدين.
لا تقع أعمال إرهابية بفرنسا على الإطلاق، انتظروا حتى نهاية جانفي يناير لتقديم التهاني. كان هذا آخر ما خطته ريشة الرسام الكاريكاتوري شارب على صفحات شارلي إبدو، والذي قضى نحبه في الهجوم الإرهابي الأخير رفقة 11 فردا من زملائه، منفذو العملية الإرهابية وضحاياها في حق الجريدة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم فرنسيون ومنهم مسلمون من أصول شمال إفريقية. إذن تحققت نبوءة شارب على يد الفرنسيين المسلمين كواشي حسب ما ساقه الإعلام الفرنسي على كل حال منذ اللحظات الأولى من الهجوم. هجوم إذا ما حسب بنتائجه فإن أكبر خاسر في العملية هم المسلمون داخل فرنسا وخارجها، فالعملية نزلت بردا وسلاما على اليمين الفرنسي والعنصريين ورواد الإسلاموفوبيا في أوروبا، وقد هاجموا بالفعل مساجد ومحلات للعرب والمسلمين بمختلف المناطق بفرنسا، ودب الذعر في أوساط المسلمين والمسلمات ومنهن من تخلت عن حجابها لتجنب الأسوأ. أما على المستوى الرسمي فالرئيس الفرنسي دأب في كل خطاباته منذ العملية على التفريق بين الإرهاب والإسلام. وزير الداخلية الفرنسي وعد بتغيير استراتيجية فرنسا في محاربة الإرهاب، لكن ملاحظين اعتبروا الجريمة نسخة فرنسية للحادي عشر من سبتمبر الأمريكية. فهل هذا يعني تقسيم العالم مرة أخرى إلى فسطاطين؟ إما أن تكون شارلي وإما أنت ضدي. فهل فرنسا على خطى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؟ أي أن فرنسا تشكل تحالفا دوليا تقوده أوروبا لغزو دول عربية ترى فرنسا أنها مصدر الإرهاب كليبيا مثلا لضرب المجموعات الإسلامية المسلحة، لا سيما وأن القاعدة باليمن تبنت عملية شارلي إبدو. مؤشرات عدة تشير إلى تشكل هذا التحالف ابتداء من تصريح وزير الخارجية الفرنسي إلى تصريح الصهيونية سيبي ليفني التي بادر كيانها إسرائيل بدعوة يهود فرنسا للهجرة إلى دولة الاحتلال. قالت: سنشكل جبهة دولية لمحاربة الإسلام المتشدد، حيث يتقاطع تصريحها مع تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا العالم لمحاربة الإرهاب في العالم. والإرهاب في قاموس السيسي هم الإخوان المسلمون في جميع أنحاء العالم، وربما نظمت فرنسا مسيرة للجمهورية اليوم لقياس مدى تفاعل دول العالم معها لتحديد حلفائها في المستقبل لقتال الإرهاب على الطريقة الأوروبية. وقد سبق الإعلام الفرنسي والغربي بصفة عامة إلى تناول العملية بالطريقة الشمولية المعهودة، والتي تحمل مليار ونصف مليار مسلم مسؤولية عمل إرهابي فردي منفصل ومعزول قامت به جماعة من المسلمين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، كما فعلت قنوات إمبراطورية سكاي المملوكة لروبرت مرذوخ. لكن أكبر سؤال نطرحه ومن الصعب الإجابة عليه: إلى متى يبقى المسلمون كافة هم من يتهمون بالإرهاب؟ ثم هم من يدفع الثمن رغم القتل المبكر لمنفذي الأعمال الإرهابية؟ والثمن في أغلب الأحيان هو غزو أراضيهم وإعادتهم إلى نقطة الصفر. شكرا على متابعة التقرير. أعود لك سي محمد العربي زيتوت. الحكام العرب هرعوا إلى هذا المسيرة الكبيرة الدولية. نعم نندد بالإرهاب، كلنا نندد بضرب حرية التعبير، لكن هل الحكام العرب يعني يدافعون عن حرية التعبير فوق أراضيهم؟ وزير الخارجية الجزائري السيد عباس من فلسطين، وزير الخارجية المصري، الملك الأردني وغيرهم من الذين شاركوا. شوف مرة أخرى حتى نكررها للمرة المليون، نحن لا نقبل أن يأخذ الناس الحق أو القانون بأيديهم، وإلا تكون فوضى عارية. لكن ونحن نقول أن لا مبرر لقتل هؤلاء الصحفيين، يبد دائما أن نذكر بجريمتهم العظمى في حق رسول البشرية وحق المسلمين. لأن الإيذاء هو يصل للأحياء، الاستهزاء بالرسول وكذا هذا بدأ منذ رسالته، منذ 14 قرن هو هذا، لا هو لا يضره، يضر المسلمين، يضر البشر. وهنا حتى قوانين حتى غربية، أنه عندما كان يسب ويشتم من طرف أبو جهل يقال له رد عليهم، يقول هذا من يتحدثون لست أنا،
هم يسبون شخصا آخر. بالضبط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الحالات عفى عن الذين استهزأوا آذوه شخصيا. آذوه شخصيا وإن كان في مرات معينة لم يفعل ذلك. لكنه في الأغلبية نعم في أغلبية الأحوال. بل أن المنافقين كانوا في المدينة وكانوا يعرفونهم بقائمة نزل بها جبريل الأمين ولم ينفذ فيهم أي حكم بل صلى على كبيرهم الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. المشكلة الكبرى هي إيذاء المسلمين. الإيذاء المعنوي، الإيذاء في الكرامة، الإيذاء في الشخصية، الإيذاء في القيم. ثم من أين الطائرات الفرنسية في مالي، في سوريا، في العراق؟ أين الطائرات الغربية في أفغانستان، في العراق، في باكستان، في كل مكان؟ في كل مكان الملايين من المسلمين قتلوا في العشرين سنة فقط الأخيرة، الملايين. أنا لا أبالغ. خذ العراق، خذ باكستان، خذ أفغانستان، خذ الجزائر، خذ مالي، خذ سوريا، خذ الملايين. نعم نحزن لقتل أي إنسان بدون حكم قضائي، لكن ما بال الملايين؟ أم أنه إذا قتل امرئ في مكان ما جريمة لا تغتفر، وإذا قتل شعب كامل مسألة فيها نظر على قول الشعب، مشكلة كبرى. الحكام هي مصيبتنا الكبرى، هي حكامنا. لو أن حاكم، لو أن ملك السعودية هي الذين استهزأوا به، لو أن المجلة هذه استهزأت بملك السعودية أو بالرئيس المصري أو ببوتفليقة أو بغيرهم، هل كانت هذه الحكومة ستسكت؟ كانت ستنتفض وتقطع العلاقات وتقوم القيامة ولا تقعد. الإعلام الغربي وقف في فسطاط ضد المسلمين، حمل مليار ونصف مليار مسلم هذه المسؤولية كما فعل روبرت مذوخ في قناة سكاي. في واقع الأمر حتى نكون عادلين، نعم حتى نكون عادلين أخي محمد، ليس كل إعلام الغربي. نحن نعيش في بلد أنجلو ساكسوني الإنجليز. الموقف العام هنا في بريطانيا من الإعلام هو أنهم لن ينشروا تلك الرسوم. حتى أن جريدة الصن المتطرفة المتصهينة قالت أنها لن تنشر لأن في إيذاء للناس وهي لا تريد أن تحدث مشاكل أمنية. كان بإمكان الحكومة الفرنسية أن توقف الجريدة باسم الإخلال العام. هم عندهم لورد البيبليك، يقول لك لورد البيبليك عندهم هذه القضية. هناك قضايا كثيرة في الحقيقة تطرحها هذه القضية، وكنت أود أن أتطرق إليها لأنها قضية خطيرة. وفي نهاية المطاف، في نهاية المطاف يراد لنا أن نظل تحت حكم الاستعمار، تحت حكم الاستبداد، تحت حكم الطغيان، وأن تنهب أرزاقنا وأراضينا. ولعل اليوم هذا الذي يصادف 11 يناير في الجزائر هو بالغ الأهمية، وسبحان الله شاءت الأقدار أن يكون ما يحدث هو أيضا في 11 يناير في فرنسا. وهذا تحدي آخر مفروض علينا. شكرا جزيلا السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق وكذلك عضو أمانة حركة رشاد، كان معنا طيلة هذا الوقت. أشكرك شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدي الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.